وضمن جهود الدولة للارتقاء بحياة المواطن في مجال الصحة، تم افتتاح مستشفى إهناسيا التخصصي لخدمة أهالي بني سويف ومحافظات الفيوم والمنيا. تصل السعة الاستيعابية للمستشفى إلى 174 سريرا، بالإضافة لغرف العناية المركزة وحضانات الأطفال وعدد من العيادات الخارجية. المستشفى بتقدم للمواطنين تقريبا كافة أنواع الخدمات، قليل من الخدمات اللي هو مش موجود، التخصصات النادرة فقط لغير هي اللي مش موجودين هنا، لما تقريبا كل التخصصات موجودة، ابتداء من الجراحات لجراحات النساء لخدمة الأطفال لقسم أطفال محترم لحضانات عنايات مركزة عيادات خارجية، فتقريبا كل الخدمات بتقدم للمواطن فيما عدا الجراحات النادرة فقط لغير. هنا شغالين من داخل حالات رعاية عامة، مفيش تخصص معين. احنا هنا فتحنا بقالنا سنة في الرعاية، عندنا حالات الاوتكم هنا كويس جدا. بالنسبة للحالات، في حالات استيبر وحالات فينتات، عندنا 5 فينتات هنا، الأجهزة كويسة جدا شغالة تمام. لو في أي عطل في الجهاز بنبلغ بيه، وهنا بيجي ايه الصيانة بيشتغل في الفور على طول. بس لحد ما الحالات الحمد لله في حالات خروج تحسن كويسة جدا. دوري هنا في المستشفى ان انا افهمهم يعني ايه سلامة وصحة مهنية، واعمل لهم توعية بيها، لان طبعا ما كانش في يعني مفهوم السلامة والصحة المهنية قبل كده خالص، فدي حاجة جديدة من فترة، فانا بضربهم على يعني ايه سلامة وصحة مهنية، ازاي يعرفوا مخاطر البيئة والحماية منها، وان احنا بنعلمهم على استخدام الطفاية والإخلة اثناء المخاطر والكوارث والكلام ده كله في اثناء الطوارئ.